إن لجنة فرص العمل المتساوية الأمريكية التي يشار إليها لاحقاً بلجنة الفرص هي الوكالة التي تطبق القوانين الفيدرالية والتي تنص على أن التمييز للطالب وظيفة أو موظف هو غير قانوني بسبب العرق واللون والدين والجنس بما في ذلك الهوية الجنسية والتوجه الجنسي والحمل وتكييفات الحمل والمنشأ القومي والعمر إذا كان 40 سنة أو أكبر والإعاقة أو المعلومات الجينية. كما تنص القوانين التي تفرضها لجنة الفرص على أنه يمكن للعاملين الحصول على وسائل تكييف معقولة إذا احتاجوا إليها بسبب إعاقتهم أو ديانتهم أو بسبب حمل أو ولادة أو ظروف طبية ذات صلة، طالما أن وسائل التكييف لا تسبب لصاحب العمل مشقة لا داعي لها. إذا كنت تعتقد أن شيء ما قد حدث لك في العمل لأي من هذه الأسباب، فيمكنك تقديم تهمة التمييز ضد صاحب عمل أو نقابة أو وكالة عمل. لديك 180 يوماً لتوجيه ادعاءات شكوى. إذا كانت منطقتك تشمل ولاية أو وكالة ممارسة عمل عادلة محلية تطبق قوانين مماثلة، فقد يتم تمديدها إلى 300 يوم. تعلم أكثر من خلال eeoc.gov/time-limits-filing-charge. هناك طرق عديدة للاتصال بلجنة الفرص بشأن تقييم تهمة التميز. يمكنك الاتصال عبر الإنترنت عن طريق استخدام بوابة لجنة فرص العمل المتساوية الأمريكية العامة على publicportal.eeoc.gov أو شخصياً في مكتب لجنة فرص العمل المتساوية الأمريكية أو وكالة ممارسة عمل عادلة محلية أو التابعة للولاية. للعثور على المكتب الأقرب انتقل إلى eeoc.gov/field-office. يمكنك الاتصال كذلك عن طريق البريد والعثور على العنوان البريدي الأقرب إليك. انقر على eeoc.gov/field-office. كذلك يمكنك الاتصال عن طريق الهاتف على 1-800-669-4000. وللمعوقين سمعاً يمكنك الاتصال بنا على 1-800-669-6820. ولهواتف الفيديو لغة الإشارة يمكنكم الاتصال على 1-844-234-5122. تتوفر خدمات الترجمة المجانية في أكثر من 200 لغة. يمكننا أيضاً الإجابة على أي أسئلة لديكم. المكالمة مجانية ولا تحتاج إلى محامي للاتصال بنا. شكراً جزيلاً لكم.